بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقدم لكم في هذا الفيديو يعني شرح مفهوم نهاية دالة عددية وبعض يعني طرق لحساب النهايات. إذا نبدأ على بركة الله بمفهوم نهاية دالة عددية. نأخذ الدالة المرجعية مثلا f x تساوي 1 على x. إذا قمنا بتحديد مجموعة تعريفات الدالة بكل بساطة نقول أنه تكون f معرفة إذا كان x ينتمي إلى أو عفوا إذا كان المقام يخالف الصفر، يعني x يخالف الصفر، أي df مجموعة تعريف الدالة f تساوي من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر، يعني الصفر لا يوجد ضمن مجموعة تعريف خارج المجال، اتحاد من صفر إلى زائد ما لا نهاية. مجموعة تعريف الدالة هي كما يلي. زائد أي رقم ينتمي إلى مجموعة تعريف يمكن حساب صورته. أي رقم ينتمي إلى مجموعة تعريف يمكن حساب صورته. إذا هل ناقص ما لا نهاية عدد؟ ليس عدد. إذا لا يمكن حساب صورة، لا يمكن حساب f لناقص ما لا نهاية. واضح؟ ونعوض f لناقص ما لا نهاية بالكتابة التالية. نقول limit fx عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، يعني أين تذهب قيمة x عفوا fx عندما يقترب x من ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية ليس عدد، هو غير محدود، لكن عندما يقترب x، عندما يتجه x نحو ناقص ما لا نهاية، أين تتجه f؟ يعني في المنحنى أين تتجه f؟ هل عند الصفر أم غير ذلك؟ إذا سوف نشاهد هذا. وكذلك f لزائد ما لا نهاية لا يمكن حسابه، لا يمكن حسابه، ونكتب نعوض ذلك ب limit fx عندما تقول x إلى زائد ما لا نهاية، لأن لا يمكن حساب f لزائد ما لا نهاية. هل يمكن حساب f للصفر؟ لا يمكن بالطبع. وكذلك نعوض ذلك ب limit fx عندما يؤول x إلى الصفر، لكن هنا لدينا مشكل في الصفر، x لا يمكن أن تساوي الصفر، وبالتالي فإنه لدينا يعني حالتين على يمين الصفر، يعني رقم كبير من الصفر مثلا 0.00001، يعني رقم قريب من الصفر ولكن ما كيساويش الصفر وكبير على الصفر. دابا إلا جبنا المستقيم العددي هو باش تفهموا أكثر، هنا الصفر، هنا ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية. الدالة في زائد ما لا نهاية ما غاديش نعرف، ناقص ما لا نهاية ما نعرفش، في الصفر لا يمكن. إذن على يمين الصفر، على يمين الصفر، اللي من تاع الصفر شنو عندي؟ عندي 0.00000 شي أرقام غير محدود واحد، يعني واحد الرقم غير منعدم ولكن صغير جدا، يعني على يمين الصفر قريب جدا من الصفر. نرمز لهذا الرقم القريب جدا من الصفر ويقع على يمين الصفر بالصفر زائد، أو يمكن أن نرمز له يعني سوف نشاهد كذلك عندما يؤول x إلى الصفر بحيث x يكون أكبر من الصفر، x يقترب من الصفر ويكون أكبر من الصفر، يعني في هذه الجهة ماشي في هذه الجهة، الجهة الفوقانية fx. واضح؟ ثم ليميت يعني على اليسار، على اليسار x يؤول إلى الصفر ناقص، نسميه صفر ناقص. شنو هو صفر ناقص؟ شي عدد سالب يعني كيجي من الجهة وقريب من الصفر، يعني صفر ناقص 0.00001، عدد غير منتهي من الأصفر، يعني عدد سالب ولكن على اليسار ديال الصفر. هذا العدد كيتسمى صفر ناقص اف اكس. شنو معنى صفر ناقص؟ يعني عدد يقع على اقرب عدد من الصفر ويقع على يسار الصفر، تساوي الليميت كذلك كنا نزور بهذه الطريقه هذه، صفر اكس صغر من الصفر في هذه الحاله، صفر ناقص ديال اف اكس. مزيان، دونك فهمتوا دابا شنو هو الترميز نتاع هذاك، يعني نهايه اف، يعني اين تذهب اف عندما يذهب اكس الى ناقص منها، نهايه اف عندما يقترب اكس الى ناقص منها، كتقرب على هكا، نهايه الداله اف عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى زائد إلى صفر زائد إلى غير ذلك. إذا الأمر واضح جدا. ألور نفهمه أكثر. إذا بغينا نحسبوا هاد لي ليميت كيفاش غادي نحسبهم؟ شوف معايا مزيان، انتبه مزيان. إذا درت واحد مثلا واحد جدول صايرت على هكا، هنا غنديرو x وهنا غنديرو f x اللي هي 1 على x. شوف ملي غنمشي عند مولفين، نقرب عند مولفين، شنو كاين؟ غادي نشوف شي رقم مثلا ناقص
واحد نبدو هكا ناقص واحد اف لي ناقص واحد هي واحد ناقص واحد هي ناقص واحد متفقين معايا هاك الا درنا ناقص 10 اف لي ناقص 10 هي غادي تعطينا واحد على ناقص 10 يعني هي ناقص واحد على 10 يعني ناقص 0.1 يعني ناقص 0.1 الا درنا ناقص 100 شنو غنلقى اف لي ناقص 100 هي ناقص 0.01 ناقص 1000 انا كنقرب وانا كنمشيو عند مولفين انا كنمشيو عند مولفين غنلقاو ناقص 0.001 الا كان عندي ناقص 10 و 100 هذه شنو هي هذه هي 10 و ناقص 1 10 و ناقص 2 10 و ناقص 3 ياك هنا غادي تكون عندي 10 و ناقص 100 ناقص 10 و ناقص 100 يعني شنو يعني ناقص 0.001 يعني رقم صغير جدا يقترب هذا الرقم من يقترب من الصفر كل ما اتجه اكس نحو ناقص ما لا نهايه كل ما اتجهت اب اكس الى الصفر اذا النهايه تساوي صفر علاش كتساوي صفر لان لك لاحظوا كل ما اكس كبر مشات عند مول انفيني كل ما اف اكس مشات عند الصفر كتقرب للصفر كتقرب الا بغينا نفهموا اكثر نديروا المنحنى الا بغينا نمثلوا المنحنى تاع اف عطوا معايا مزيان المنحنى تاع اف غنديروا له بحال هكا شوف معايا مزيان قلنا اف واحد لقيناها هي ناقص واحد هذه هي تعتبر هنا اي ان جي الا درنا اف ناقص 10 سبوز المهم نديروا غير هكا باش يجي داكشي واضح إذا درنا اف ناقص 10 مثلا هنا هي ناقص 0.1 يعني هنا إذا درنا اف ناقص 100 هي نديرو مثلا ناقص 100 هنا يعني كتقرب عند هذا العدد عند الصفر يعني بحال هكا المنحنى غيكون بحال هكا يعني واش كنقدر نقول في هذه الحالة نقول